واحد بيقول كيف استطيع ان اسلم كامل ارادتي وقلبي وفكري لله في اي موضوع يحيرني، وكيف استطيع ان اتقبل مشيئة الرب حتى ولو كانت ضد تفكيري في الموضوع، لان كل الاشياء يعملها الله من اجل خير. بس هل انت متأكد ان ربنا موافق على كده ولا لا؟ اما كون انك تسلم لله مشيئتك لتنطبق على الصلاة الربانية لتكون مشيئتك. كيف تسلم مشيئتك لربنا اذا ما كانش عندك مشيئة خاصة ضد كده؟ لكن ما دام عندك مشيئة ثانية